عمر ولد سجاد علي محمد معاذ ولد عرفان الله إزهار قيوم ولد شاه قيوم موسى ولد علي هيدر وقار شاه ولد سردار شاه مرحوم شاه فهد ولد نور ولي شاه سديس ولد جاويد حسن زيب ولد جهان زيب أمير الله ولد بلال حماد علي ولد محمد علي يوسف ولد إبراهيم محمد وقاص ولد شاه عالم حسنين ولد رياسر محمد أبرار ولد أسرار هزر ولد داود فيزان ولد كامران عكاشا ولد شاه فيصل عزان ولد إرفان مصطفى ولد زاهر خان محمد إبراهيم ولد طاهر خان حذيفة ابن حذيفة ولد كامران عباس ولد سرتاج خان أحمد خان ولد لياقت خان عزير ولد أسد شاه دار تقريبا 29 زمون د ناظري طالبانو چې د دې د سربندي اوسه تاسو ټول مرګرو په خدمت کې دا گزارش دی چې ډېر د ادب او د ډېر د ادب مظاهرو کو د الله د مسجد کور دی د الله جل شانه د کور د ادب خیال وساتو ټول مرګري چې کومنه په خپل خپل ځینو باندې کېږي لګ لګ رامخ شو شاته مرګرو ته لګ اساني شي